السلام عليكم ازيكم عاملين ايه يا رب تكونوا بخير معنا النهارده الباشمهندس حسن وعشان احنا اصدقاء خلال التوك هنبقى انا بتكلم مع حسن صديقي والنهارده حسن هيتكلمنا عن موضوع مهم كل الناس بتتكلم عليه على بلوجز كتير وهتلاقي فيه فروقات كتير لو حبيت تدور اونلاين الكتبس كتير بس خلينا نشوف ونسمع النهارده أه حسن هيكلمنا على ايه؟ يعني هنتكلم النهارده على الدومين دريفن ديزاين. للي ما يعرفنيش انا محمد سويلم برنسبل سوفت وير انجينير. ازيك يا حسن؟ ازيك يا محمد؟ ايه الاخبار؟ الحمد لله والله. دايما, 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 دايما يا رب. الاول خليني اطلب منك ان انت تعرف نفسك للناس. تمام. أنا حسن إبراهيم اللي ما على لينكد إن أنا أنا باك إند إنجينير شغال دلوقتي في شركة طلبات طلبات اللي في مصر باختصار أنا اكسبيرينس بتاعتي نصها موبايل ديفلوبمنت تقريبا ونص تاني باك إند كنت عملت بودكاست مع محمد أبو سريع فلو حد حابب يعرف أكتر عن الترانزيشن اللي حصل دي ممكن يفتح البودكاست دي آه بس اختصارا يعني انا دلوقتي شغال في طلبات اسست باك اند انجينير واكسبيرنس بتاعتي تقريبا حوالي 12 سنه تقريبا تمام تمام طيب آه الاول في اجنده معينه حابب ان انت تقول لنا هنتكلم عليها ولا آه هندردش مع بعض ونسيب نشوف هنوصل لايه؟ لو خلصنا الدومين دريفن ديزاين كله النهارده هبقى سعيد آه حلوه خلصنا النهارده دي <applause> كويس انا بص انا <applause> هدفي ان كنت قلت لك في 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 مكالمه قبل كده هو دومين دريفن ديزاين يعني شويه من ال من المفاهيم شويه متقدمه في, ال في الـ في السوفت وير انجينيرنج فانا هحاول اكفر اعد على كل المفاهيم اللي في السوفت وير في الـ في الدومين دريفن ديزاين ده معناها ان احنا في حاجات هناخدها ايه من على السطح كده بس على الاقل الناس لما تسمع المصطلح ده تبقى عارفه ده بيتكلم عن ايه ده اللي انا حاول <applause> أعمل يعني نحاول نعمله يعني نتمنى ان شاء الله ربنا يوفقنا في ان احنا نكسبلين يعني وقبل ما ابدا محتاج بس اقول شويه كده زي مش وورنينجز بس يعني هانس كده زي انا قلت ان هو شويه متقدم يعني يعني مفهوم بتاع الدومين دريفن شويه متقدم فلو في حد لسه بادئ في في المجال ممكن يحس ان الموضوع معقد ومش عارف ايه او ممكن يبقى محبط شويه ولا حاجه فطبيعي يعني طبيعي ان احنا ممكن نسمع يعني لو دخلت في توبكس متقدمه شويه فاحس ان الدنيا صعبه ولكن الموضوع كله بس ان انا محتاجه بلد شويه نولج قبلها على طول بعدين الدنيا هتسمع في بعضها يعني مش معناها ان يعني الناس ما تتفرجش يعني لو حد بدا يتفرج اتوكل على الله انا احاول ابسط الدنيا على قد ما اقدر ان شاء الله ان شاء الله و وي... ده كانت اول هنت مش فاكر الهنت الثاني والله كان في دماغي بس هيجي واحنا بنتكلم طيب تمام في اي بري للناس اللي هتسمعنا الاودينس بتاعنا ولا هنكفر ان شاء الله على اللي الناس محتاجاه بص هو آه يعني زي ما هن ان شاء الله هيجي في, ال في الكلام الدومين دريفن ديزاين هتلاقيه آه آه يعني بيستخدم باترنز كتيره جدا ممكن ناس تكون اوريدي بتستخدمها مم. لو حد لسه في الاول فهو اصلا ممكن مش عارف اصلا ديزاين باترنز فهيلاقي ان هو احنا بنذكر حاجات زي هي مسلمه يعني فاهم تمام فبالتالي الديزاين باترن على سبيل المثال ممكن يكون بري ريكويزيت ولا مش كل حاجة مش كل ديزاين باترنز وبرضه أنا خلينا نفرق ما بين فهمك للدومين دريفن ديزاين ككونسبتس ومفاهيم و وما بين تطبيقك للدومين دريفن ديزاين لما حد لو حد هيطبق في الغالب هيبقى محتاج يبقى عنده شوية ادفانس توبكس عارفها يعني يعني خصوصا لو عايز يمبلمنت الدومين دريفن ديزاين نوعا ما يعني بروفيشنال يعني خصوصا بيستخدم آه على حسب لغه البرمجه وكده بس يعني لو عايز يعمل حاجه كويسه فعلا في الغالب هيكون محتاج يكون عارف شويه توبكس ادفانسد شويه أه وهتلاقي ان دومين دريفن ديزاين أه واحده من بري اللي كتير بيذكرها مثلا لما تيجي تخش على مايكرو سيرفيسز صحيح فهتلاقي ان هي ايه بتلمس الدنيا ببعض وهتلاقي مجمع باترنز كتير وكده هنتكلم في الموضوع ده يعني واحنا واحنا ماشيين ما فيش بريكيزتس حاولت أسمعه قصه عاديه خالص انا حاول ابسطها على قد ما اقدر باللي انا فاهمه من ال... من قراياتي يعني وخبرتي المتواضعه في الموضوع ده أه بس وربنا يوفقني خلاص توكلنا على الله أه، انا بقى مستمع وهقطعك كتير لان انا زي زي باقي الاودينس فالحاجه اللي مش مف... اللي مش هفهمها مش هسيبها غير لما افهمها تمام <applause> خلاص توكلنا على الله اتفضل <applause> ماشي خليني أبدأ بإيه؟ يعني أنا هحاول أقول الأول مصطلحات كده تعريف للدومين دريفن ديزاين بسيط جدًا وبعدين نبدأ نعرفه تعريف أوسع أوسع لحد ما وهحاول آخد المفاهيم بتاعة الدومين دريفن ديزاين وإحنا ماشيين ببساطة بعد كده ممكن نتوسع في الحاجات اللي أنا شايف إن إحنا هيبقى كويس إن توسعنا فيها تمام؟ تمام طيب أبسط مفهوم للدومين دريفن ديزاين أه وده يمكن اللي أنا افتقدته لما قلت لك برضه من فتره اول ما سمعت عن الدومين دريفن ديزاين دي كانت 2014 تقريبا كنت ساعتها لسه موبايل ديفيلوبر وحد كان من اصدقائي على الفيسبوك يعني عامل بوست ساخر بيتكلم عن عن المصطلحات اللي هي بثلاث حروف دي 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 تي دي دي بي دي دي يعني كده مش فاكر البوست محتواه ايه بس انا شفت الثلاث حروف دولت وكان بالنسبه لي دي دي ايه يعني مين ف <applause> يعني خلينا قلت خلاص خلينا نشوف يعني ده بيتكلم عن ايه الموضوع ده فعملت سيرش على جوجل دي 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 اي توبيك انا عموما لو في حاجه مش سمعتها اول مره فاعمل سيرش سريع اعرف بس بيتكلم عن ايه خلاص مش هكمل حياتي عادي جدا بس اعرف ده بيتكلم عن ايه مهم الوقت إيه ليا ولا لا وهكذا فالدومين دريفن ديزاين من الحاجات اللي كانت بالنسبه لي تشالنجنج لان انا لما فتحت جوجل ما فهمتش حاجه ف يعني اول سيرش ما فهمتش حاجه بها تحت ستاك اوفر فلو واحد بيسال فواحد برضو رد عليه رد كبير وكلام يعني مجعلس كده وباوندد كونتكست واجريجيت يعني انت عايز ايه للوهلة الأولى ده مش ليا يعني خلاص ده أكيد حاجة مش مش تبعي وأنا راجل في الموبايل ديفلوبمنت أكيد حاجة يعني هنشوف بعدين يعني بس هي مش تبعي دلوقتي فما اهتمتش بيها وفضلت حاجة أنون بالنسبة لي لحد ما احتكت بيها تاني 2018 آخر 2018 أو 2019 آه بس ف تمام فانا فاللي انا عايز اعمله ايه ان آه آه اي حد في السوفت وير انجينير في الصوف... في الاندستري بتاعتنا يعني ويسمع عن دومين دريفن ديزاين ما يحسش ان حاجه يعني كومبليكيتد، فانا ببساطه لو احنا عايزين التعريف الاصغر بالنسبه لي للدومين دريفن ديزاين هو اوبجكت اورينتد بروجرامنج متطبق على البيزنس مودلز بتاعتك. ده ابسط تعريف للدومين دريفن ديزاين. لما أقول اوبجكت اورينتد بروجرامنج اي حد عارف اوبجكت اورينتد بروجرامنج المفاهيم الاساسيه في الاوبجكت اورينتد بروجرامنج الانكابسوليشن ده اللي متطبق على البيزنس موديلز بتاعتك طيب طبعا ساعات التعريفات البسيطه ممكن تبقى فيج فيعني ايوه يعني عايز ايه ف هنتوسع بس لما نتكلم عن الصوره كامله هتعرف تلينك الدنيا ببعض طيب خليني اقول لك التعريف الثاني برضو اللي انا يعني انا مش عارف تعريفات انا مش اكيد مش بالفها يعني ممكن من القرايات كتير فايه ملمسه معايا مفيش فيش حاجه ادعي ان هي من عندي يعني طيب الديزاين uh, باترنز uh, هي ايه الديزاين باترنز؟ عباره عن مشاكل احنا وقعنا فيها زمان وعرفنا لها حلول uh, بدانا نشير الاكسبيرينس بتاعت انا يا جماعه حصلت لي دي. المشكله ديت المشكله ديت حلها مثلا الحل الفلاني واحد تاني لا حل احسن منه فقال لك والله خلاص ده البيست براكتس بتاعت المشكله الفلانيه البيست براكتس دي بقت نوعا ما باترن الباترن احنا بنقول عليها ديزاين باترن فهي آآ آآ يعني مشكله معروفه وليها حل دلوقتي معروف خلاص فاي حد تسمع مثلا عن وات ايفر ديزاين باترن سنجلتون مثلا ديزاين باترن هو بيحل مشكله معينه معروفه محدش بيروح يروح يدور انا حل المشكله دي ازاي تاني ده ديزاين باترن او الكونسيبت عموما ان عندك باترن بيحل لك مشكله معروفه الباترنز دي كلها او مجموعه باترنز ممكن تمثل ليك طريقه تفكير او ميثودولوجي او فلسفه خلاص الدومين دريفن ديزاين هو عباره عن بالظبط فلسفه او مجموعه من الباترنز المؤلف بتاع الدومين دريفن ديزاين جمع باترنز اوريدي موجوده في ال... في ال... موجوده في الاندستري الفش باترنز من عنده يعني وان كانت هو حاطط التاتش بتاعته في... حاطط التاتش بتاعه في كذا حاجه ولكن في باترنز اوريدي موجوده وهو جمع الباترن نقى شويه باترنز كده خلاص وعمل التوليفه دي والتوليفه دي بالنسبه له اللي هي آ... ل... عشان تخدم فلسفه معينه في دماغه فكره ان الناس او الديفلوبرز لما بيجي يشتغلوا في اي سيستم بيركز على التكنولوجي بيركز على ال بيسموها اللي هي انفراستراكشر كونسيرنز مثلا هيستخدم انهي داتا بيز هيسيف الداتا فين هيدخل بيدخل اللي بيسموها الاكسدنتال كومبلكستي مع البيزنس كومبلكستي اللي هي اللي موجوده اوريدي فالفلسفه دي هدفنا... المؤلف ده المؤلف ده اللي هو إيريك إيفان. مصبوط؟ اريك ايفان مظبوط اريك ايفان أو أو تمام فهو الهدف ايه ان هو يختار شويه الباترنز دي عشان يشفت الفوكس بتاع الانجنييرز ان هو يبقى بيفوكس اكتر على البيزنس ده التعريف الثاني المصغر يبقى هي شويه باترنز ما مش هي مش اكتر من هي شويه باترنز بس الباترنز دي المنتقاه بتخليك تركز على البيزنس خلاص تمام طيب الدومين دريفن ديزاين اللي في الكتاب هو عبارة عن حاجتين كبر. أول جزء الاستراتيجي باترنز أو استراتيجي تولز والتاكتيكال باترنز أو التاكتيكال تولز وأظن أي حد احتك بالدومين دريفن ديزاين قبل كده هتلاقيه أكتر انفولفد في التاكتيكال باترنز هو الحاجات اللي علاقة الكود زي ما أنت قلت كده آه فهتلاقيه اه يعني بي بينفذ او بيستخدم بعض الباترنز زي ما قلنا هي شويه باترنز فهتلاقيه بيستخدم بعض الباترنز اللي في التاكتيكال آه بورت حتى لو هو مش عارف ان ده دومين دريفن ديزاين هتلاقي ناس كتير جدا بتستخدم باترنز كتير وهي مش عارفه ان هي موجوده في الدومين دريفن ديزاين وزي ما قلت لك هو بس هو جمعهم وحطهم في توليفه معينه تمام طيب. طيب الجزء الاولاني في الدومين دريفن ديزاين هو الاستراتيجيك ال وهو من اسمه هو استراتيجي يعني هو عايز يقول لك انت هتفكر في البيزنس بتاعك ازاي من الناحية الاستراتيجيه طيب فهو الجزء ده كله معني بايه ان انت تفهم البيزنس اللي انت هتعمله اللي هتعمله سيستم او هتعمله له سوفت وير ده تفهمه كويس هنتكلم في التفصيل كمان شويه بس المحور الموضوع انك تفهم البيزنس وتعمل له انالايز تحاول توصل لكل التفاصيل بتاعه البيزنس ده من البيزنس اونرز او الناس اللي هم فاهمين البيزنس ده وبعدين تكسروا الحته الصغيره بيسموها سب دومينز والسب دي تحاول تفهم العلاقه ما بينها ايه وتلاقي او توجد ال ال المصطلحات المستخدمه في البيزنس ده اللي بيسموه يوباكيتس لانجويج لما تكلم البيزنس اونرز تفهم البيزنس كويس وتقسم البيزنس بتاعك او الدومين الكبير بتاعك لـ subdomains وكل دومين sub هيبقى ليه شويه مصطلحات اللي هي الـ package language بعدين تبدأ تفكر في السولوشن بتاعك كل اللي احنا قلناه ده في بما يسمى البروبلم سبيس انت داخل على سيستم فبتحاول تفهمه بعد ما فهمته تبدأ تفكر في حل ازاي هتبلد السوفت وير ده اول ما تبدا تفكر في في حل او ازاي هتبني السوفت وير ده ده اللي احنا بنسميه المصطلح الجديد اللي اسمه باوند كونتكست وهنتكلم على ايه باوندد كونتكست كمان شويه خلصت فهمت البيزنس كويس قسمت السب دومينز وبعمل شويه يعني كلاسيفيكيشنز كده او معنى العربي تصنيفات تصنيفات ربنا يكرمك تصنيفات فانا بصنف كل سب دومين ل له شويه تصنيف معين وبناء على التصنيف ده بعمل حاجه معينه هنشوفها ايه بالظبط بقى عندي شويه باوندد كونتكست الباوندد كونتكست ديت لها في ما بينها علاقات بيكلموا بعض بطريقه معينه بما زي ما البيزنس بالظبط بيكلم بعضه بعد كده تبدا تمبلمنت الاجزاء الصغيره ديت في الـ في السوفت وير بتاعك فيه شويه باترنز موجوده في في, في التكتيكال باترنز تمام آه ده كده ايه القصه يعني ايه لو خدناها من فوق لتحت التكتيكال باترنز في خليني آه ممكن اشير آه صورتين دي فيها كل طيب آه في في صورتين هتلاقيهم في الكتاب اول واحده الاستراتيجيك خليني يعني افتحها الاول. وبعد كده التاكتيكال باترنز، احنا هنعدى على الحاجات دي المصطلحات دي دلوقتي حالا. تمام؟ تمام. آه بالمناسبه انهي آه كتاب؟ كتاب بتاع ايريك ايفنز. كلنا كلنا بنتكلم على ايريك ايفنز. تمام. طيب احنا آه قلنا ان احنا في الاستراتيجيك آه باترنز بنحاول اني انلايز البيزنس نفهم ايه هو الدومين اللي احنا هنشتغل عليه. ده اول حاجه ممكن الناس تسال عنها، ايه هي؟ يعني ايه دومين؟ صح؟ الدومين ده اللي هو الاتموسفير او انا بحل مشكلتي، انا النهارده لو بعمل سوفت وير مثلا للمطار مثلا خلاص يبقى الدومين بتاعي هو المطار صح؟ البيزنس سبيس السيستم بتاع المطار، بالظبط لما اقول ايه الفيلد اللي انا الدومين اللي انا بحاول احله دلوقتي او اعمل السوفت وير بتاعه دي غالبا اول حاجه بتيجي في دماغ الكاستمر اللي هو الكاستمر اللي هو معني بالسوفت وير ده اللي هو بيخدمه اول حاجه بتيجي في دماغه اول ما يسمع يسمع عنك يعني لو بتكلم عن شركه مثلا زي امازون فانت اول حاجه بتيجي في دماغك ان هم مثلا الريتيل مثلا الكترونيك uh, ريتيل مثلا بتاع ده ويب سايت بتتكلم عن ستاربكس uh, بتاع على طول مثلا بتاع قهوه فاول مم. حاجه بتيجي في دماغك اول ما تسمع السوفت وير او الـ او البيزنس ده ده كده الايه الفيلد اوف ورك بتاع الشركه دي او بتاع البيزنس ده طيب ودي uh, دي اهم حاجه محتاجين ان احنا نركز عليها او نفوكس على دي اللي هي بنسميها الكور uh, الكور دومين بتاع الشركه الحاجة الأساسية اللي الشركة دي بتقدمها خلاص ده لا يعني بالضرورة إن المؤسسة دي أو الشركة دي أو أو البيزنس ده ما بيقدمش غير أو ما فيهوش غير الجزء ده بس يعني لو بنتكلم على تاني على أمازون فأمازون الكور بتاعه مثلا هو الويب سايت اللي إحنا شايفينه اللي بنشتري منه المنتجات ولكن ده مش معناه إن هم مثلا ما عندهمش اتش آر سيستم مثلا عشان يمانج الموظفين اللي في الشركه مش معناه ان هم ما عندهمش سوفت uh, وير بيتراك مثلا العربيات اللي بتوصل ديليفري مثلا او الموتوسيكلات اللي بتوصل الدليفري. Uh, اي حاجه جانبيه بتخدم البيزنس الاساسي دي اللي هي بنسميها سبورتنج سب دومين تمام؟ فاحنا بنفهم الدومين اللي احنا بنحاول نشتغل عليه دلوقتي أو بنحاول نعمله سوفت وير بن بن انالايز الدومين دوت نقسمه لاجزاء صغيره الاجزاء الصغيره دي اللي هي المكونات الصغيره اللي بت بتطلع لي في الاخر الدومين الكبير بحاول اديها صفات معينه تصنيف اصنف السب دومينز دي التصنيف دوت مهم ليه لان انا لما اعرف ان ده الكور سب دومين ساعتها انا هقول طيب اوكي انا هديله هأنفست فيه مثلا هخلي الناس اللي اشتغل عليه مثلا ناس شاطره جدا في المجال بتاعي هعين ناس تالنت ان هو يشتغلوا على 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 الساب دومين ده فنرجع تاني احنا نتكلم على ان انا الجزء بتاع ان انا محتاج انالايز البيزنس بتاعي افهم الدومين ال ال بتاعي الدومين بتاعي زي ما احنا قلنا دايما مش بيكون متكون من اكتر من من سب دومين سب دومين دي اللي هي جزء مصغر من المشكله او سب سيستم تحت السيستم الكبير فلو انا عندي اي e كوميرس مثلا سيستم الاي كوميرس سيستم ده في عندي جزء اللي علاقه بالاوردرنج جزء اللي علاقه بالوير هاوس جزء اللي علاقه بالشيبمنت تمام كل جزء من ده هتلاقيه حتى لو احنا نفترض ان احنا عندنا شركه بتعمل uh, uh, e مش اي e كوميرس بقى بس يعني فيها الاجزاء دي كلها وكانت كلها مثلا ورقيه في حد بينزل يبيع سيلز مثلا او كده وبيعرض المنتجات وبعدين بياخد اوردرات وبعدين بيوديها بيوديها للمخزن، المخزن ياخد الاوردرات دي ويبعتها لشركه شحن، شركه شحن توصلها للعميل و فلو عندنا المنظومه ديت موجوده النهارده فدي الديبارتمنتس او الـ الاقسام اللي موجوده في الشركه فعلا، تمام؟ كل ديبارتمنت او كل قسم موجود ليه شويه وظائف وليه شويه رولز و... وقواعد صح وبيتعامل مع 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 القسم الثاني بشويه رولز وقواعد ويبعت لي ايميل وهات لي دمغه ومش عارف اكتب لي امضي لي مش عارف ع... ايه اخد الورقه دي هديها مش عارف ايه وابعتها للقسم الثاني هيروح يعمل حاجه ثانيه وهكذا صحيح. فالعلاقه ما بين السب دومينز دي او الاقسام دي آه, الـ الـ اه الاقسام دي كلها بقى في الاخر بتعمل ايه هدفهم في الاخر يعملوا ايه اللي احنا بنشوفه الحاجه النهائيه احنا ما نعرفش التفاصيل اللي من تحت احنا بنشوف في الاخر الاي كوميرس سيستم بتاعنا بطلب اوردر وبيوصل لي وخلاص اه اللي بيوصل لي ده بقى تبعهم مش تبعهم انا ما اعرفش اي تفاصيل تمام احنا بقى كسوفت وير انجينيرز المفروض ان احنا بنحاول ان انلايز البيزنس ال ده واشوف السب دومينز اللي عندي ديت افهمها كويس وابدا اه اصنف كل سب دومين من السب دومينز دي فاقول مثلا والله انا معذرة إيه تانية حسناً. انا عايز اقطعك هنا تمام مين المسؤول في التيم عن انه يعمل الموضوع ده؟ هل التيم كله ولا مثلا التكنيكال ليد ولا السينيور إنجنيئرز ولا لان واضح ان في شغل مم. كتير انا بجهزه عشان بس افهم حلو حلو ماشي دي واحدة من الحاجات اللي هتلاقيها بقى ايه آه يعني بي- دريفن ديزاين بينسيست عليها قوي ان انت آه مين اللي يفهم البيزنس بعمق ومين اللي يتكلم مع البيزنس اونرز آه او الدومين اكسبرتس هو هدفه في الاخر ان كل اللي بيشتغلوا في البروجكت مش بس السوفت وير انجينيرز يبقى عندهم نفس الليفل اوف اندرستاندينج كل الناس عندها نفس العمق بتاع البيزنس ده وهو عايز يبعدك على قد ما يقدر عن الدوكيومنتيشن انا مش عايز اكتب مش عايز اكتب ريكويرمنت دوكيومنت وابعتها لل للتكنيكال ليد وبعدين التكنيكال ليد ياخد الدوكيومنت يحولها مش عارف ايه يبعتها للي بعدها لحد ما يوصل للي هيكتب الكود حاجات يعني مجرده ومش فاهم هو بيعمل كده ليه وايه البيزنس او البيج بيكتشر في الاخر الامبلمنتيشن بتاعه بيبقى في الغالب عدى على مراحل كتير من الفلتره مش شرط حتى يكون الحاجات اللي وقعت او المعاني اللي وقعت وقعت ان في كلمات وقعت بس لا المعاني نفسها او الفهم نفسه فاهم ان الفهم نفسه بتاع من من مرحله لمرحله ان هو يانالايز الريكويرمنتس يبعتها لل للي بعديه يعمل سوفت وير اركتكشر يبعتها للي بعديه عشان يعمل ليست اوف تاسكس وات ايفر المعاني بتاعه البيزنس والحاجات الاندرستاندنج ال هي هتلاقيه هتلاقي بيقع في الاخر اللي بيوصل في الصوره النهائيه مش ده مش المفروض ان هو دوت الصوره النهائيه اللي ان الكاستمر عايزها او بقى الدومين اكسبرت عايزها. فهو عايز يقول ايه؟ عايز يقول ان كل الناس لازم توصل لنفس الليفل اوف انديرستاندينج طيب ده معناه ان كل الناس هتعمل كل حاجه؟ اكيد لا. ده مش منطقي ولكن في بعض وده وده موجود في الـ في الـ هتلاقي مثلا سيشنز زي ايفين ستورمنج انت بس سبقت الاحداث بس حاجه زي ايفين ستورمنج ده واحده من السيشنز اللي بتتعمل او الطرق انك تفهم البيزنس تقعد مع الدومين اكسبرتس الدومين اكسبرتس ده ممكن يكون واحد الراجل العامل اللي بيعمل الحاجه اللي انت العامل نفسه اللي في المكان او ممكن يكون مدير الشركه او ممكن يكون حتى ديفيلوبر قديم وفاهم البيزنس كويس جدا فايفنت ستورمينج سيشن هو ميتنج بتقعد بتجيب شويه الناس اللي فاهمه ديت في في الدومين بتاعك والناس اللي هتشتغل في البروجكت بتقعدوا كلكم بتتكلموا عن البيزنس بطريقه معينه بطريقه بنقعد نلست كل الايفنتس اللي بتحصل وبعدين من الايفنتس اللي بتحصل تمام. طب انا عشان ما اسبقش الاحداث يعني ممكن أوه. نقول ان الهدف الرئيسي إن كل اللي شغالين حوالين البروجكت ده بيتكلموا لغة واحدة وعندهم تقريباً نفس الفهم. مين بقى اللي هيستلم وهيعمل إيه أو هيوصل إزاي؟ دي قصة تانية هنتكلم عليها قدام. بس ده, ده بس بس الهدف تقريبا. الرئيسي، إن كل اللي أو. حوالين البروجكتس من إنجينيرز من ستيك هولدرز من دومين إكسبرتس من واتيفر، كل اللي حوالين البروجكت بيتكلموا لغة واحدة وفاهمين تقريباً نفس الفهم. بالظبط. تمام انا بس عايز اعدي النقطه بتاعه ال ال السب دومينز دي بعدين اخش على الباك اس بالتفصيل وهنتكلم عن ازاي بيتكلموا مع بعض وازاي يوصلوا لنفس الليفل في انديرستاندنج ده تمام طيب عشان الوقت بس ما يسبقناش طيب فالسب دومينز تاني احنا كل ده بنحاول ايه نحاول ان احنا نفهم البيزنس بتاعنا فبنحاول نقسم ال بنقسم المشكله الكبيره اللي هي البيج دومين بتاعي للسب دومينز وبعد كده افهم كل سب دومين واعرف هو مكانه ايه من البيزنس بتاعي هل هو كور سب ولا هو Generic سب ولا Supporting سب دومين هم الثلاثه ثلاثه تايبس طيب التسميات دي او يعني ما معنى كور سب دومين وجينيريك باختصار الكور سب دومين هو السب دومين اللي بيديني competitive ايدج في الماركت الحاجه اللي فعلا بتخليني فارق في الماركت اللي انا اصلا اتخلقت عشان ك كبزنس يعني فلو انا فقدت الجزء ده او ما بقتش بقدر اكمبيت فيه يبقى انا اكيد هقع في خلاص انا هخسر وهقفل الشركه وهروح بيتي تمام فده اللي احنا بنقول عليه كور سب دومين فلو احنا بنتكلم عن طبعا ده الكونتكست هو كور ولا مش كور يرجع لكل يعني ده حاجة استراتيجية ممكن تتغير يعني حتى مش حاجة ما بتتغيرش ممكن تتغير هنجيب مثال عليها بس هي الكور هو الحاجة الأساسية اللي أنا وجودي في في الماركت دلوقتي مبني حوالي مبني عشانها تمام طيب فهي حاجة بتديني كومبتيتف ايدج أنا بكمبيت بيها هي فيري كومبلكس عادة لأن ليه فيري كومبلكس لأن أنا دي الحاجة اللي أنا عمال دايما بطور فيها عشان أفضل سابق في الماركت بخطوة صح؟ فهتلاقيها دايما فيري كومبلكس لان عمال بزود فيتشرز وبعدين نجرب نعمل اكسبيرمنتيشن على فيتشر معانا ما تجيبش معانا فن طب شيل دي وحط واحده ثانيه حط الفيتشر دي طب هنزود بقى الفيتشر دي تركايه عشان وهكذا فدايما عمالين نديفلوب فيتشرز في الـ في الـ في السب دومين ده وبالتالي بيبقى كومبلكس جدا تمام؟ وبالتالي طبعا في دايما ديفلوبمنت على طول غالبا مش هيقف مش عارفة لما الشركه هتقع غالبا فدايما في تمام زي واتساب مثلا واتساب هو لحد النهارده بي... بيكتب بي بي في ديفلوبمنت صح؟ مش صحيح هيوعف. صحيح طيب الكور سب دومين انا عرفت ان ده كور سب دومين وعرفت ان دي خصائص الكور سب دومين يبقى انا محتاج اعمل اتعامل معاه بطريقه معينه ايه هي اول حاجه طبعا جيفن ان انا مثلا السي تي او بتاع الشركه اول حاجه ان انا لازم اهاير الموست تالنتد انجينيرز يشتغلوا فيه خلاص آه، عايز ناس جدا مش مش هجيب اي حد يشتغل فيه ما ينفعش اشتري اصلا المنتج ده من بره ما ينفعش اروح اشتري السوفت وير ده جاهز واستخدمه لان انا اصلا هحتاج دايما هباتش هعدل فيه شويه تعديلات هحط التاتش بتاعي لان لو هو اصلا بيتباع بره فما بقاش مع اي حد يقدر يشتريه صحيح صح؟ صحيح فده كده الكور سب دومين الجينيريك سب دومين مش بيديني كومبتيتيف ادج عادي هو فيري كومبلكس انا هدي مثال عليه عشان يتضح حاجه زي الاوثنتيكيشن مثلا او الاتش ار سيستم خلينا نقول الاتش ار سيستم يعني اكثر مثال صارخ. الاتش ار سيستم من السيستمز المعقده جدا جدا. ولكن هو جينيريك يعني انت ممكن تروح تجيب اتش ار سيستم وتحطه عندك في الشركه وتشتغل بيه والدنيا جميله ممكن حتى تجيبه اوبن سورس صح؟ وهيمشي الدنيا ولو جبت احسن اتش ار سيستم في الدنيا وانت اصلا الكور سب دومين بتاعك اي كوميرس يعني مش مش هينفعك يعني مش مش هيفيدك في اي حاجه ف... ف فهو كومبلكس جدا ولكن هو مش بيديك كومبتيتيف ايدج دي حاجه ما فيهوش كونتينوس ديفلوبمنت بطبيعه الحال لما هتجيب سيستم هتستخدمه والدنيا ماشيه خلاص طيب فعرفت ان دي خصائص ده جينيريك سب دومين يبقى انا مش منطقي ان انا اروح اديفلوب ده انترنال في الشركه بضيع وقت ومجهود على الفاضي مش ده اصلا اللي انا عايز اللي انا بفوكس عليه فده محتاج اعمل له اوت سورسنج اجيبه من بره او اشتريه على حسب بقى السيستم ده موجود ولا اوبن سورس او كده اخر نوع وده اللي هو ممكن ناس كتير بت آه يعني بي, بي في شعره ما بينه وما بين الكور سب دومين سبورتنج سب دومين هو مش بيديني كومبتيتيف ايدج برضه وفي uh, الغالب مش كومبلكس ساعات بس في الغالب مش كومبلكس uh, ومش بقى في كونتينيوس ديفلوبمنت وهقول عليه مثال برضو بس uh, لو دي صفاته ده سبورتنج سب دومين فده في الغالب ما بيبقاش مو... لو بتعرف تشتري من بره وموجود بره هاته اشتريت في اوبن سورس هاتو بس في الغالب ده وعشان كده هو سبورتنج هو في الغالب بيبقى حاجه كاستم او ليك يعني سوفت وير هو بيسيرف البيربس بتاعك دلوقتي ولكن مش حاجه جينيريك والا لك والا لو كده هيبقى في الجينيريك طيب يعني فاللي يحصل انك هتعمل له ديفلوبمنت انترنالي جوه الشركه ومش محتاج طبعا سنس ان هو مش كومبلكس مش, مش, مش محتاج انك تهاير التالنتد بيبل عشان يشتغلوا فيه ممكن مثال للسبورتنج اه مثال بقى للسبورتنج سب دومين هتلاقي مثلا في الاي كوميرس e مثلا ممكن تقول ال الجزء بتاع الكاتيجري مثلا او ال مثلا الواحد عمال بس بيملى ديتا صح؟ بيحط البرودكتس بتاعتك البرايس مش عارف ايه الكلام ده في زي بورتال كده او باك اوفيس وده اللي هيظهر للناس في الاخر ما فيهوش اي مم. نوع من انواع لا هو صعب هو في الاخر هتلاقي يعني نوع ما كراد سيستم ما فيهوش اي حاجه بس بتاد اديت ديليت لشويه البرودكتس اللي عندك وخلاص تمام طيب لو انا بتكلم على الجينيريك واتكلمت على نفس المثال اللي انت قلته بتاع الاتش ار هل ممكن افكر في الجينيريك ان هو في حد ذاته ممكن يبقى كور للشركه اللي عاملاه ما شاء الله عليك احسنت بالظبط عشان كده قلت لك ان على حسب على حسب السياق على حسب انا الشركه بتعمل ايه تمام الشركه يعني الشركه اللي بتبيع الاتش ار سيستم ده ده بالنسبه لها كورد سب دومين طبعا تمام وهي تحاول تزود فيتشرز وتخليه احسن اتش ار سيستم عشان تعرف تبيع لان في في شركات كتير بتعمل اتش ار سيستم وهكذا فالكلاسيفيكيشن دي هي من البوينت اوف فيو للشخص اللي بيتكلم يعني لو لل... انا اللي بتكلم لل... آه وبتكلم على الاتش ار وانا اللي هشتري الاتش ار فبالنسبه لي بقى جينيريك بالظبط على على الشركه او السوفت وير اللي انت هتعمله دلوقتي انت هتبند سوفت وير لمين؟ او البيزنس اللي بتعمله دلوقتي تمام آم، تمام طيب آه، حاجه كمان بما انك آه قلت النقطه دي آه دلوقتي ممكن يكون آه هل ممكن يبقى عندي آه سيستم او بيزنس آه ما يبقاش ليه سب كور سب دومين ك ك ك يعني ما يبقاش عندي أبلد آه حاجه internally يكون دي كور سب دومين بنفس المنطق اه يعني مثال على كده مثلا لو احنا بنتكلم على مصنع مثلا او مش مصنع محل محل مثلا ذهب فمحل الذهب ممكن نقول ان الكور بتاعه الديزاين بتاع الذهب نفسه او او ان هو مثلا بيستورد ذهب من خليج حلو آه يعني الأشكال مش عارف إيه الكلام ده ده اللي هيفرقه مثلا عن حد غير مثلا الذهب في كل حتة مفروض يعني هو سعره ثابت فاللي هيفرق محل عن التاني مثلا ال الأشكال الذهب وهكذا طيب هل لو أنا بعمل لو لو الراجل ده حب يعمل مثلا بورتال وي ويعرض عليه الذهب بتاعه والناس تشتريه أونلاين مثلا أو حتى إن هو يعرض عليه والناس تروح تشتريه المكان يعني هنا السيستم اللي هنعمله للمكان ده هو مش كور صح؟ لان الاصل مش الويب سايت اللي هيبيع عليه من خلاله ده مش حاجه كور. ده ممكن نقول سبورتنج ممكن حتى يبقى جينيريك ممكن تجيب اي اي e كوميرس بلاتفورم جاهز تحط عليه المنتجات زي ووردبريس وغيره تحط عليه منتجات وخلاص خلصنا. صحيح ومش محتاج ينفست تايم ولا فلوس ان هو يعمل احسن فانسي بورتر في العالم يعني مش ده دل... لكن محتاج صحيح. ان هو ينفست تايم محترم ان هو يعمل الذهب شكله حلو جدا واتراكتيف عشان الناس تيجي تاخده. صحيح بس حتى الكومبلكستي هنا مش هتبقى موجوده. فهو اقل من الجينيريك شويه. يعني ما هو مش <applause> لا لا ما هو الاي كوميرس الاي كوميرس نفسه هو كومبلكس يعني الاي آه. كوميرس e نفسه كومبلكس. آه. لو خد حاجه جينيريك هو اللي عمله هو اللي كان خد لبس في الكومبلكستي هو خد حاجه جاهزه فتمام بالظبط بالظبط صحيح. <applause> بس فدي دي اخر اخر حاجه كنا عايزين بس نقولها إن فخلاص انا دلوقتي عملت فهمت البيزنس بتاعي عرفت ايه السب دومينز اللي عندي وعرفت احدد آه بالظبط ايه السب دومينز اللي عندي ديت مين كور مين جينيريك مين سبورتنج عشان اختار انا ديفلوب دي عندي هاير آه مين يشتغل فيها والكلام ده تمام طيب عشان افهم بقى البيزنس بتاعي واتكلم مع الدومين اللي احنا بنسميهم دومين اكسبرتس وقلنا دومين اكسبرت اي حد عنده الـ Understanding او الـ الـ الفهم بتاع البيزنس ده. أه بتكلم معاهم لحد وبنتفق على شويه مصطلحات. او خلينا نقول أول ان انا بفهم منهم البيزنس بالمصطلحات بتاعه البيزنس بتاعته. تمام؟ يبقى سلانج اول ما سمعتها كانت كلمه يعني هي كومبلكس معقده ومش مفهومه ومش بس هي فعلا ده هي كومبلكس يعني... جدا لدرجه ان انا مش عارف انطقها اه ب... <applause> بس هي حاجه ستريت فورورد هي حاجه بسيطه جدا هي وهي مهمه جدا 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 اللي هو انت قول الحاجه باسمها بس كده يعني هو دي باكيت يعني انت عندك سندر فهو قول قول عليه سندر ريسيفر قول عليه ريسيفر ما تالفش فاهم اوردر هو اوردر ما تجيبش بقى انت اسم من عندك تكنيكال وتدخله في الكود لا خلاص احنا متفقين على الاسماء اللي البيزنس بيقولها فانت تقعد مع الدومين اكسبرت اللي هو الراجل اللي فاهم جدا في الدومين ويقول لك والله احنا عندنا الترانسفير دي بتطلع من الديستنيشن ده للسورس ده مثلا خلاص يبقى سورس ديستنيشن ترانسفير فاهم قصدي؟ طيب افرض انا وهو بيتكلم لقيت ان في ستيب في النص هو نفسه أو مثلا هو مجموعة ناس كل واحد بيقول بيقول مصطلح. امم يبقى إيه لا وقف بقى كده أنتوا نفسكم وإيه عندكم اختلافات لا لازم كلنا نتفق. آه نتفق لازم نتفق على مصطلح واحد ومصطلح ده كلنا هنقوله. خلاص؟ فاليوبيكتس لانجوج هي جزء كبير بيجي من الدومين اكسبيرتس ولكن في جزء أنت ممكن كمان إيه تقترحه. وكلكم تختلف أكيد من كل سب دومين لسب دومين تاني. أنت عمال تسبق تحدثني أنت و آه أنا آسف أنا <تقارح> <تصبح> <ت flats> <تصبح> تمام <تصبح> يعني أنا متخيل لا أنا فعلا متخيل إن هي حاجة مهمة جدا يعني من وصفك إن كلنا بنتكلم نفس اللغة ففي أي لحظة الأول حاجة جت في ذهني إن في أي لحظة تحصل أي مشكلة خصوصا على البرودكشن أيوة. انا مش محتاج بقى ارد على الايميل ممكن إيه؟ توضح لي وقصدك ايه <applause> وبعد اذنك طب ممكن سكرين شوت هو هيقول لي البيزنس وورد هفهمها من اول مره هعرف المشكله فين ومتخيل بالزبط. تاثيرها حتى على الكود من اللي انت بتقوله ان هتبقى حاجه يعني الكود كله هيبقى بيتكلم بيزنس انا مش ببقى بكتب بقى جيت اكس فروم زي أيوة لا. فيش الكلام ده بالظبط فهو فعلا انت كلنا بنتفق على لغه واحده اللغه دي هي الترجمه الحرفيه ليوبيك هي اللغه الشائعه <applause> تمام فهي يعني منتشره في كل حته كلنا متفقين عليها هتلاقيها المفروض ان انت اسبير الدومين دريفن ديزاين في تلاقيها, في تلاقيها في كل حته تلاقيها وانتوا بتتكلموا في اي ميتنج تلاقيها في كل الايميلات لو بيبقى في ايميلات تلاقيها في الدوكيومنتيشن تلاقيها في الكود تلاقيها في التست آه في تاني في طبعا في, في المودلز او الكود بتاعك في اي ديسكشن في ريكويرمنت دوكيمنتس اي حته ليها علاقه بالبيزنس المفروض ان احنا كلنا بنستعمل نفس اللغه ولو لقيت ان في حد بيستخدم لغه ثانيه لازم توقفه وتقول له لا دي اسمها كده طيب طبعا يعني مش محتاج ان نشرح ليه ده مهم اظن اي حد اشتغل في السوفت وير انجينيرنج ودخل بص على كود حد قديم أو بلاش حد قديم اشتغل بص على كود هو من فتره يعني <applause> اللي جاب ست شهور فتح كود عنده مش عايزين يعني نجرح اه يعني <applause> كلنا يعني كلنا شفنا حاجه زي كده فتفتح كود انت مش فاهم حاجه ليه انت كتبته وانت بتكتبه فاهمه جميل وحاسه وظريف وكل حاجه ولكن آه هو مش بيعبر عن البيزنس اللي انت بتعمله له وبالتالي انت مش يعني محتاج بقى تقعد تركز وتديبج وتحاول تفهم ايه العك اللي مكتوب اه انا شخصيا حتى لو كود كلين بتضطر لو سبته مثلا ثلاث شهور ولا حاجه لو هو ما بيتكلمش بيزنس تضطر ان انت تشوف بيعمل ايه. اه يعني ممكن يبقى ثلاث اربع لاينز مش حاجه معقده ولكن ممكن يبقى واحد مش معقد بس هو صحيح. اكس اوف واي اوف دي ف... صحيح <applause> فانت مش فاهم حاجه. آه وطبعا يعني ده مكتوب بقى يعني تاني دي مش حاجه دومين دريفن ديزاين جي و... و... والفها فانت هتلاقي كل الناس تتكلم على الكلين كود وعلى النيمنج وان انت بتسمي ال الفلوس او الفاريبل او او الفيلد بتسميه زي ما بتسمي ابنك الصغير لسه مولود والكلام اللي احنا بنسمعه ده ان انت لا انت ضيع وقت كبير ان انت تدور على اسم فعلا بيميك سنس انك انت لما تيجي بعد كده تبقى فاهم اللي مكتوب ده فالنيمنج يعني عموما دي في في قصص و الحاجه اللي زياده بس في الدومين دريفن ديزاين اكد عليها او حطها في سياق محترم ان انت الاسماء دي تكون جايه منين من الدومين اكسبرتس uh, او البيزنس بتاعك وان انتوا كلكم تتفقوا على مصطلحات معينه لو في امبيجوتيز uh, او او في اختلافات لازم تتفقوا على المصطلحات وكلكم تكونوا uh, موافقين عليها. تمام. اظن الفيديو ده كل الناس عارفاه يعني اظن اه طبعا, uh, طبعا. ف, فدي واحده من المشاكل بتاعه uh, uh, فكره ان انا باخد الريكوايرمنتس من البيزنس وبعدين اروح ابعتها للبيزنس اناليست وبعدين ابعتها للديفلوبر والديفلوبر يروح ينفذ الكود طبعا كل ستيب بتوقع شويه حاجات لحد ما توصل الكود العظيم الجميل اللي كان بالظبط <applause> <applause> طيب دلوقتي احنا بنتكلم عن اليوبيكتس لانجوج وبعدين وبنحاول ان احنا نفهم المصطلحات بتاعت البيزنس ليه بقى بنعمل كده عشان نوصل للدومين مودلز بتاعتي تمام انا في الاخر يعني الهدف الاخير ايه في القصه دي كلها ان انا هكتب كود تمام الكود ده هيبقى عباره عن شويه مودلز اللي هي الدومين مودلز بتاعتي تمام طيب ايه بقى هو الدومين موديل ده ده اللي احنا عايزين نفهمه دلوقتي الدومين موديل هو خلينا نقول ابستراكشن للحياه الحقيقيه او او جزء من الـ 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 الواقع يعني ايه النهارده ده ده احسن مثال هو السلايد بتكلم احسن مني الموديل اللي مرسوم هنا ده مثلا انا عندي الخريطه بتاعه العالم مثلا خريطه تمام. العالم فيها تفاصيل معينه هي الموديل ده معمول عشان يخدم حاجه معينه الخريطه بتاعه اللي بتظهر Navigation الـ 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 غير الخريطه اللي بتظهر الجبال، غير الخريطه اللي بتظهر خطوط المترو، صح؟ كل دي مابس بس كل ماب هي معنيه بان تحل مشكله معينه. خلاص؟ عمرك ما هتجيب ماب فيها كل التفاصيل اللي في الحقيقه، يعني مش هتجيب ماب فيها التخطيط الجغرافي والجبال والرياح والمترو مش مش هتلاقي كده، ما ينفعش تعمل كده. مع ده في الحقيقه موجود بس انت عمرك ما هتعرف تعمل كده. تمام طيب لو عملت كده هتبقى عندك ماب معقده جدا لدرجه محدش فاهمها. صحيح. فالموديل باختصار هو تعبير عن البيزنس بتاعك لل يعني بما يسولف المشكله اللي انت بتتكلم عنها في السياق اللي انت هتتكلم عنه. تمام تمام طيب مثال على كده عادي لو انت مثلا كلمه زي كونكشن تمام كلمه كونكشن دي انت ممكن تفهم منها يعني. ايه؟ وصل او اتصال 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 ما بين اثنين ولا اتصال ما بين اه كبلين. اتصال ما بين اتصال ما بين حاجتين امم حلو بس ولكن ممكن نقول مثلا شخصين بيتواصلوا مع بعض حلو قوي جميل طالما احنا لقينا ليها اكتر من تعريف يبقى دي ما ينفعش تبقى يوبيكس يبقى احنا لسه ما لازم اليوبيكس من الديفينيشن بتاعنا هي ليها معنى واحد ليها معنى تمام. واحد, ليها معنى واحد آه او ما يتقال الاسم كلنا في السياق ده كلنا فاهمين المعنى ده خلاص تمام ما بقاش فيه امبيجوتي فلو قلنا كونكشن ممكن واحد يفهم اللي هي سبيد آه بقى اوف كونكشن مش عارف ايه الكلام ده من ناحيه النتورك يعني تمام واحد تاني في في عالم السوشيال هيبقى اتنين يعني كونكشن ما بين تو بيرسونز يعني تمام تمام فاحنا لازم في البيزنس في الـ في ال... سوري لما بن... بنحدد اللي باك بتاعتنا قبل ما نبدا الديفلوبمنت لازم نبقى عارفين احنا بنتكلم الكونكشن دي ايه المقصود بيها مش بس ان احنا اتفقنا ان ايه في كونكشن بس المقصود بالكونكشن دي كمان طب هل ممكن طيب. ابدا ابص أ... 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 اقترح بديل للاسم ما دام هو هيعمل لي ولا يعني عشان نوصل فكرة. للنقطه دي اه خلينا نفترض ان انا عندي آآ آآ مثلا ايه حلو قوي في, في ارجع للاكزامبل بتاع الاي كوميرس e انا عندي في الاي كوميرس e لقيت ان انا عندي اوردرز سب دومين وعندي آآ آآ مثلا اكونتنج سب دومين وعندي سيلز سب دومين مثلا مم. او كاستمر سبلاي كاستمر سب دومين في كل السب دومينز دي عندي كاستمر <applause> صحيح حلو هل الكاستمر اللي في في اللي في الاوردرز سب دومين هو هو الكاستمرز اللي في هاوس مثلا انت ممكن تقول اه بس هو لا صحيح <applause> هو لا ليه تاني بمفهوم الموديل اللي احنا شرحناه من شويه ان الموديل زي الماب الماب دي مش كل حاجه موجوده في الحقيقه احنا على حسب انا بحل انهي مشكله يبقى الموديل بتاعه السب هي غير الموديل بتاعه الترين مثلا خلاص مختلفين فنفس الكلام الكاستمر اللي في الاوردر سب دومين غير الكاستمرز الكاستمر اللي في اللي في الوير هاوس مثلا غير الكاستمر بتاع الكاستمر سبورت ايه الـ الاختلاف ما بين الكاستمر ده والكاستمر ده على حسب السياق انا مثلا جوه الاوردرز انا معني او اللي يهمني في الكاستمر مثلا الـ اللي يهمني في الكاستمر؟ يمكن الكاستمر اي دي والكاستمر ما اعرفش كاستمر نيم مثلا لو بتكلم على كاستمر سبورت هيهمني مثلا موبايل نمبر بتاعه عشان لو في حاجه اكلمه واقول له مشكلتك ايه وممكن اسمه عشان لما اتصل بيه مثلا في الاكونتنج او في البيلنج هيهمني طبعا الكريدت كارد والفلوس بتاعته معاه فلوس ولا معهوش فلوس والكلام ده ما يهمنيش مثلا ايميل وباسورد بتاعه كل ده ما يهمنيش ما مش باي حاجه وهكذا ف... فحتى نفس الاسم فحتى نفس الاسم هيختلف بالزبط. معناه طبقا للكونتكست بالظبط فانا هنا ده نفس الكلام في الحته اللي احنا بنتكلم فيها دلوقتي ان انا عندي اللي بيكس دي لو احنا حاولنا نوحد الموديل بتاعي على السيستم كله هيبقى عندي مشكله هيبقى عندي الامبيوتي اللي احنا بنتكلم عليه هيبقى انا فعلا مش فاهم الكونكشن هي في الكونتكست بتاع السوشيال فانا اقول مثلا سوشيال كونكشن ولا اقول مثلا نتورك كونكشن لان احنا هتلاقي دايما كتير بنعمل كده صح؟ نيجي إيه في الكود نعمل بريفكس لل للاسم ده عشان نميزه عن حاجه تانية. بالظبط صح؟ نحط التايب بتاعه بالظبط فمشكله ده ايه؟ ان المود بتاعك هيتضخم المود بتاعك هيبقى ضخم فقال لك لا احنا النهارده عندنا سب uh, كل سب ده هنعتبره سياق منفصل تمام فانا هرسم كده حدود وهقول والله الاسم ده جوه الحدود دي ليه المعنى ده ونفس الاسم في, الـ في, الـ في, الـ في, الـ في السياق الثاني ليه معنى منفصل ودي ده المصطلح اللي في الدومين دريفن اللي اسمه bounded كونتكست تمام طيب. طيب هل ده مش ممكن يعمل لي كومبلكستي لو انا بتكلم مع ديبارتمنت تاني او بتكلم مع سب دومين تاني ما هو هو اصلا ال الديبارتمنت الثانيه بتقول اصلا كاستمر يعني هو الراجل بتاع الراجل في الوير هاوس بيقول لك او في الكاستمر سبورت بيقول لك انا في كاستمر كلمني وبيشتكي لي من الاوردر الفلاني بتاع البيلنج بيقول لك انا في عندي كاستمر اللي معهوش كريدت هما الاثنين بيقولوا كاستمر بس كل واحد منهم بيعني حاجه معينه ده اللي انا اقصده هل ممكن ده يعمل لي مشكله يعني مثلا من وده وده فروم ماي اكسبيرينس اني لو بنتكلم على تيليكوم مثلا الـ, الـ الستورز اللي بتبيع مثلا الخطوط او اللي بتاكتيفيت ليك اكونت ولا 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 بيتكلموا دايما بيقولوا انا عندي اوردر آه لما بتيجي تتكلم في التفصيله دي مع بتوع الفاينانشال بيقول لك انا عندي باكج آه فهم اختاروا اسماء مختلفه فانا إيه. فاهم خلاص فانا فاهم لكن لو ده قال لي انا عندي اوردر وده انا عندي اوردر انت تقصد بده الاوردر اللي جاي لي من نفس الديبارتمنت ولا لا هل ممكن ان انا اطلب ايضاح ولا هتعمل لي امبيجوتي انا نفسي ولا لا؟ ده ده لو انت في الاول يعني انت وانت النهارده قاعدين بتتكلموا في الايفنت ستورمينج سيشنز او او بتديفاينوا لسه اللغه صح؟ قعدت معاهم آه. فقال لك والله احنا عندنا حاجه اسمها كده فتقول له ساعتها هيبقى عندك في 100% طبعا وهتقعد تقول له طب انت قصدك بالاوردر ده ايه؟ هيقول لك والله الاوردر ده انا اقصده اللي هو واحد ثلاثه وبعدين هتروح تتكلم مع القسم الثاني هيقول لك نفس المصطلح فتقول له انت تقصد المصطلح اللي احنا بنعمل فيه واحد اثنين يقول لك لا انا قصدي حاجه ثانيه خلاص انت الوقت اللي بتتعلم هي اه دي هي دي تمام بتاعت ان انت بتتعلم فهيكون اوريدي في خطوه سبقت اللي هي الاتفاق اه اللي هي اللي احنا عمالين إيه؟ بين بن بن حتى ما بين السب دومينز أصلاً انا الى الان كنت متخيل ان انا بتكلم في حدود السب دومين اللغه الشائعه اللي انا مش عارف انطقها بالانجليزي دي هي في السب دومين مش بتوين السب دومينز ولا هي اللغة كمان حتى هي بتوين السب دومينز هو لحد اللحظه اللي احنا بنتكلم فيها دي هي اللغه الشائعه ما قلناش ان هي في, في احنا بنتكلم عن هي في العموم تمام بس دلوقتي حالا احنا هنحطها جوه السب دومين تمام يعني هي المفروض ان هي شائعه بس جوه الباوندري دي جوه الباوند كونتكست عشان كده اسمها باوند كونتكست يعني محدده بسياق معين تمام هي شائعه لحد هنا بس بره بره السياق ده لا ليها معنى ثاني تمام خلاص حتى انت انت ممكن تلاقي العكس يعني مثلا لو بنتكلم على دومين بتاع فنتك مثلا حلو فممكن تلاقي ان عندك كاستمر سب دومين مثلا البروفايل بتاعه شويه معلومات عنه وهكذا وعندك سب دومين تاني ليه علاقه بالتحويلات هتلاقي اسمه مثلا سندر خلاص فهو في الحقيقه هو نفس الشخص نفس الايدنتيتي صح ولكن هنا بقى ليه اسم وهنا بقى ليه اسم خلاص تمام, تمام. ف... فانا مش هقول لا هو ده نفس الشخص ولازم احنا بنتفق على لغه فلازم نسميه هناك كاستمر عشان يبقى في كونسيستنسي لا هو كونسيستنسي اخرها بس حدود السياق اللي احنا بنتكلم فيه اللي هو الباوند كونتكست اللي احنا بنتكلم فيه. ممتاز جدا حلو طيب فالباوندد كونتكست جاي تحل حاجتين اول حاجه ان البيكست ستانج ما بقاش فيها امبيجوتي مبقاش بقاش فيها احنا فاهمين بنتكلم عن ايه بالظبط نحط لها سياق فاحنا فاهمين المعنى ده في السياق ده بيعني ايه آه وتاني حاجة ان انت تكسر تقدر تكسر الموديل بتاعك بدل ما يكون بيكفر حاجات كتيرة جدا يبقى يكون كومبلكس جدا لا هو بيكفر جزء صغير بيحل مشكلة معينة في البيزنس بتاعك مش بيحل حاجة كبيرة زي ما قلنا في قصة الماب بتاعة آه الصابوي والتاني لا. طيب فالباوندد كونتكست هو بيقول لك ايه انك فكر ثينك ان تيرمز اوف كونتكست يعني من الصورة الصورة دي جميلة أوي بصراحة بحبها جدا المثال ده أنت عندك هنا قطعتين بيتزا الاثنين بيتزا ونفس السلايس يمكن نفس عدد الشرايح اللي عليها البرجر دي كل حاجة ولكن الاثنين في سياق مختلف صح؟ واحدة على ترابيزة في مطعم جميلة تاكلها طعمها حلو وريحتها حلوة واحدة تانية على الأرض وغالبا ريحتها وحشة وما ينفعش فخصائص كل واحدة مختلفة والحاجات اللي ممكن تعملها بيها مختلفة لو جيت واحد هدية الطبقة الجميل ده هي... هيشكرك، الداتا دي تقريبا هي ايه؟ هرميها في وشك. خلاص؟ فالسياق بي... بيفرق جدا السياق هو اللي بيدي معاني لل... لنفس المصطلح بس ليه معنى مختلف عشان في سياق مختلف. طيب، فده كده ايه الباوند آه الباوند كونتكست. طيب. ده المثال اللي كنا بنتكلم عليه في بتاع الاي كوميرس آه فلو انا عندي سيلز آه مثلا باوندد كونتكست اوردر باوندد كونتكست سبورت واكاونتنج الكاستمر هنا اللي يعنيني او يهمني في ال في ال في الكونتكست ده الاي دي نيم الانترست بتاعته عشان مثلا اعرف هو مهتم بايه له ابيع له آه حاجات اكتر وكده السبورت بالنسبه لي مين اي دي نيم بس موبايل نمبر الاكونتنج البيمنت ميثود ممكن تفاصيل عن البيمنتس بتاعته في الاوردر الادرس والافيلابيلتي عشان نوصل له الاوردر بتاعه وهكذا تمام طبعا طبعا كلهم احنا كاستمر لو... كلهم كاستمر بس انا كلهم بتكلم كاستمر. على كل حاجه فيهم باتريبيوتس معينه بالظبط انا بالنسبه أيوه. لي بقى لما بيترجم الكلام او المعاني اللي احنا فهمناها احنا احنا الاول فهمنا البيزنس كويس وفهمنا ان الراجل ده اللي في الـ في الـ في الدومين في ده بيتكلم عن الكاستمر بالنسبه له الكاستمر في الورقه بتاعته عباره عن ايه؟ هو, هو اسمه اي دي والبايمنت والفلوس ده اللي هو يفهمه. اما تيجي تقول له الادرس والافيلابيليتي يقول ملوش دعوه ما الكلام ده ولا عايزه ولا عايز اعرفه. تمام مشكلتنا دايما كانت ودي واحده من الحاجات القويه جدا في الدومين دريفن ديزاين في ناس كانت بتعمل كده من قبل ما تعرف الدومين دريفن ديزاين بس اغلب الناس هتلاقيه بيعمل ايه؟ هو عنده كاستمر أوبجكت جوه كل اللي انت شايفه ده صح؟ امم في افيلابيلتي وادريس وانترست وموبايل نمبر ولما بكره بقى زودنا فيتشر جديده حط الفيلد في الكاستمر الكاستمر ده بيبقى ايه؟ اوبجكت اه.. عملاق في كل حاجه وفي الغالب بيبقى صعب ان انت تابلاي عليه الاوبجكت بروجرامينج لان بقى كومبلكس صعب جدا انت تمنتين فالدومين دريفن لا ما تعمليش بقى انت ايه الاوبجكت العملاق ده قسم الدومين بتاعك لسب دومينز وابدا خد بس حل المشكله الصغيره دي يبقى عندك موديل صغير تعرف تنفورس هنتكلم على الحته دي قدام وتعرف ايه تخلي الاوبجكت بتاعك كده محترم ونضيف وريتش هنتكلم عن الريتش والاناميك تمام متخيل ان انا عشان احقق الكلام ده فهيخليني ان انا افكر يعني دي اول حاجه انا فكرت فيها دلوقتي هيخليني افكر شويه كسوليوشن اركتكتشر اني كل ديبارتمنت من دول هو ممكن يبقى في مايكرو سيرفيس او خلينا ما بنتكلمش مايكرو سيرفيس عشان الناس بتزعل لما بقيت سيره المايكرو سيرفيس على طول في موديول <applause> او في كومبوننت <component> مختلف. ممتاز. <applause> <applause> آه يعني لكن لو انا حطيتها جوه نفس المونوليث ابلكيشن فبقى في الحقيقه انا عملت أمبيجويتي لان هيبقى هم في الحقيقه هم كلهم بس في ديفرنت باكجز بس في الاخر نفس الكاستمر فالكود هيبقى شايل برضو كاستمر 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 جايه من ديفرنت <applause> باكجز. لا مش قوي يعني. أنا هوريك هقول لك مثال طيب آه بس اللي أنت قلته ده فاليد جداً إن أنت النهارده الباوندد كونتكست دي هي في الآخر different uh modules. تمام الموديول ده ممكن بقى يبقى مايكرو سيرفيس منفصلة على لو أنت فعلاً فيني لمايكرو سيرفيس عندك آه ترافيك عالي عندك سكيل وعندك سكيل بقى اورجانيزيشن سكيل أو بزنس سكيل فخلاص رايح لمايكرو سيرفيس عشان أنت محتاج <applause> عشان أنت محتاج دي أهم حاجة آه فتمام خلاص يبقى الباوندد كونتكست دي احسن كانديديت دلوقتي انه يطلع مايكرو سيرفيس وده نقطه ال نقطة الـ التلاقي ما بين الدومين دريفن دي ديزاين والمايكرو سيرفيس هتلاقي حد اي كتاب مايكرو سيرفيس آه بتاع مايكرو سيرفيس بيقول لك والله احنا هنقسم في التقسيم بتاع الديكومبوزنج بتاع المايكرو سيرفيس يقول لك ايه عندك حل حل, حل حلين طريقين يا اما كونوزلو لو يا اما دومين دريفن ديزاين هما هم الاثنين دول وده اللي بيخلينا طيب ايه بقى الدومين دريفن ديزاين فتروح تبص تمام. على على الدومين دريفن ديزاين تمام فهدف ان انت بتانلايز البيزنس وبتمشي على البروسيس بتاعه الدومين دريفن ديزاين عشان توصل للباوندد كونتكست دي عشان تقدر تقول ان ده ده كده صح دي السيرفيس الصح مايكرو سيرفيسز آه، الاغلب الناس بتعملها بتبقى بيسموها ريسورس آه، يعني ريسورس بيزد سيرفيسز اللي هو ايه الانتيتيز اللي عندك انا عندي كاستمر عندي اوردر عندي شابمنت uh, عندي مش عارف ايه uh, عندي user, اي حق, كل واحده من دي خلاص دي سيرفيس دي سيرفيس دي سيرفيس برودكت سيرفيس كل الانتيتيز اللي عندك بقت سيرفيسز مش مبنيه حوالين البيزنس دومين uh, uh, بتاعك <applause> طيب احنا لحد دلوقتي قدرنا uh, نوصل بعد ما عملنا كلاسيفيكيشن للسب دومينز بتاعتي و اتفقنا على اليوبيكس لانجوج بقى عندنا مصطلحات كلنا متفقين عليها وقدرت اعمل من المصطلحات دي موديلنج وموديلنج في جوه, جوه كل Bounded كونتكست نايس اعرف بقى الباوندد كونتكست دي بتكلم بعضها ازاي او ايه العلاقه ما بينهم العلاقة ما بين الباوندد كونتكست دي دي الكلمة او المصطلح اللي في الدومين دريفن ديزاين اسمه Context Map تمام؟ تمام تمام من اللي مرسوم هنا احنا عايزين نعرف الاوردر order bounded context بيكلم الـ supporting bounded context ولا لا؟ امتى وازاي؟ وبيكلم الـ accounting ولا لا؟ في علاقة ما بينهم ولا لا؟ والسيلز مش بيكلمهم وهكذا. طيب الجزء بتاع الـ context map شوية طويل أنا هحاول أختصره عشان مش عايز أتعمق فيه عشان ممكن الناس اللي بتتفرج علينا تزعل مننا. بس خليني اقول لك ان احنا عندنا ثلاثه جروبس عندنا كوبريشن كاستمر سبلاير وسيبريت ويز باختصار الكوبريشن ال ال يعني اثنين تو باوندد كونتكست ما بينهم علاقه قويه جدا بيتكلموا مع بعض uh, uh, بيتكلموا مع بعض كتير التيمز ال ال اللي هتشتغل على التو باوندد كونتكست دولت المفروض يكون ما بينهم سينكرونايزيشن synchronization... سينكرونايزيشن قوي جدا آه... يعني خلينا نفترض ان ان تو باوندد كونتكست ما بينهم اي بي ايز خلاص لما بتعدل الاي بي اي بتاعتك محتاج تروح تعدل الناحيه الثانيه الاي بي اي التو باوندد كونتكست ممكن يكونوا وان سيرفيس بالمناسبه يعني وان مايكرو سيرفيس وان تيم بي مانج تو باوندد كونتكست هم في علاقه قويه جدا ما بينهم وبالتالي ات ميكس سنس اكتر ان يعني انت تخليهم في سيرفيس واحده عشان ما يبقاش عندك ايه نتورك uh, كولز uh, كتير ما بينهم بيسموها تشات سيرفيس تشات سيرفيسز ف uh, دي كده في ما بينهم علاقه ده الكوبريشن ال في جزء في الكوبريشن اسمه شيرد كيرنل لو انا عندي تو uh, او اكتر من باوندد كونتكست في ما بينهم كومن لوجيك او كومن كود هتلاقي برضو احنا بنعمل حاجات زي كده كتير من غير ما عارفين او يعني الدومين ال ده اسم شيرد كيرنل الشيرد كيرنل ده هو الحاجه الكومون ما بين تو باوندد كونتكست اللي انا بحطها في لايبرري لو انا بكتب جافا كود فبحطها في جار فايل مثلا جار لايبرري وبستخدمها في كل السيرفيسز بتاعتي بدل ما اروح على ماي سيلف في كل سيرفيس خلاص آه، ده بدل ما اقول عليها لايبرري قلت عليها كيرنل شيرد كيرنل هو الدومين دريفن ديزاين بيسميها الشيرد كيرنل خلاص تمام طيب كاستمر آه، سبلاير من اسمها كده في عندي واحد مزود خدمه والتاني بيكون بيكونسيوم الخدمه دي ففي عندك اب ستريم وداون ستريم في كذا علاقه ما بينهم خليني اجيبها ده اب ستريم وداون ستريم على حسب بقى مين اقوى مين اقوى بمعنى مثلا الاب ستريم مثلا بي, بي... عنده اي ايز مثلا بت بت مثلا المودلز اللي عنده طبعا احنا بنتكلم على باوند كونتكست ومش عايزين ننسى احنا عندنا دومين مودلز في كل باوندد كونتكست مثلا عندي هنا كاستمر عندي هنا كاستمر صح صحيح لو افتكرنا الاي كوميرس e فانا مثلا عندي الباوندد كونتكست ده بيكلم الباوندد كونتكست ده بيقول له مثلا هات لي اي حاجه وهو بيرجع له موديل اسمه كاستمر يعني طب. السبلاير هنا هيبقى الكومبوننت اللي على سبيل المثال بي اكسبوز داتا بس الكاستمر اللي هو هيبقى الكلاينت اللي بيكونسيوم بالظبط متخيل ان ممكن يبقى اسمها كلاينت كونسيومر او او كونسيومر سبلاير اي حاجه مش... اه تمام اه اي حاجه هو ده بس ده النيم اللي موجود في الدومين دريفن ديزاين آه، كاستمر اه ده،, ده ده, ده الاسماء اللي موجوده في الكتاب هو عشان يشرح لك بس المفهوم مش مش تمام أكثر. تمام تمام ف... فانت عندك ال... مثلا ده بيرجع لك كاستمر كاستمر اوبجكت خلاص على حسب بقى ال... ال... بيسموها ال... يعني ال... القوه مع مين آه... مثلا ده بيرجع الموديل الدومين موديل بتاعه ومش فارق معاه الكلاينت هيكونسيوم الموديل بتاعه هيبوظ مش عاجبه هو بي ده الموديل اللي انا ببقى بعمله بعمل بعمله اكسبوز عاجبك عجبك مش عاجبك ما تاخدوش يعني تتعامل خلاص العكس ساعات ممكن يبقى الكونسيومر هو اللي قوي وبينفورس ال 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 السبلاير ان هو يديله موديل محترم فتلاقي ان الراجل ده ده مثال عليه مثلا لو انت لو بنتكلم في الـ في الكلاين سيرفر العادي بتاع الموبايل مثلا موبايل وباك اند او فرونت اند وباك اند هتلاقي ان الباك اند دايما بيحاول يبقى ايه باكورد كومباتبل مع الفرونت اند فبي بيحاول يعمل فيرجننج وما يعملش بريك بريكنج بريك تشينجز عشان ما يبوظش الدنيا وهكذا فاللي حصل ايه هنا ان الفرونت اند هو هنا اللي معاه الباور صح هو اللي بيحاول احنا بنحاول نحافظ عليه وخايفين عليه عشان ما يبوظش الكلام ده صحيح ف اللي بيحصل ان احنا ك... ك... لو لو القوه مع الكونسيومر ال ال هتلاقي ان الراجل ده بيعمل حاجه اسمها اوبن هوست خلينا نجيبها اوبن هوست سيرفيس يعني هو قبل ما بيديك الكاستمر بيعمل له تعديل كده للشكل اللي انت تحبه الشكل اللي هو عندك الموديل بتاعك انت تمام طيب لو العكس لو انا ببلش الموديل اللي عندي ومش فارقه معايا عاجبك 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 تاخده مش عاجبك ما تاخدوش اتعامل فالعكس هتلاقي ان الراجل ده هو اللي بيحط عنده اللاير دي اسمها انتي كوربشن لاير فهو بياخد الموديل اللي جاي له من بره ويعدله بما يناسب الموديل بتاعه اللي جوه خلاص عشان ما يبقاش الموديل اللي عنده هل ده هيغير المسميات ك كابستريم وداون ستريم القوه التاثير لا لا هو في الاخر عندك ده اب ستريم وداون ستريم لو الاب ستريم هو اللي معاه هو اللي بيببلش الموديل بتاعه زي ما هو فهتلاقي ان ده بيعمل انتي كوربشن لاير عشان يترانسليت الموديل ده للموديل بتاعه لو العكس هتلاقي ان الاب ستريم هو اللي بيحوله للموديل اللي عايزه وده اللي بيسميه اوبن هوست سيرفيس تمام تاني بص هتلاقي مثلا انتي كوربشن لاير يعني هتلاقي احنا كلنا ما بنيجي نكونسيوم اي اي بي ايز عندنا مابر بيحول من ال من اللي بنجيبه من الاي بي اي ديت للحاجه اللي انا عايزها انترنال للدومين موديل بتاعي هتلاقينا كلنا بنعمل حاجه زي كده هو ده سماه انتي كوربشن لاير عشان هو مش عايزه يكربت الموديل بتاعي اللي جوه عندي يعني خلاص تمام طيب اخر حاجه حاجة توي وده بحبه قوي super ويز ده لو احنا انا متفق معاك ولا انت متفق معايا أب ستريم وداون ستريم يعني انا مش عاجبني اللي عندك ومش هعمله انتي كوربشن لاير وانت مش عايز تبلش حاجه عدله فخلاص انا هعمل ايه انا ها هامبلمنت كل حاجه عندي سيبرت ويز من الاخر هو ايه احنا هن الكود انا هكتب عندي اللوجيك تاني ده بيحصل انت ما... ليه؟ طب بتحبوا ليه يا حسن؟ <تصفيق> <تصفيق> لا لا بس اقصد ان هو هي كل واحد كل واحد هيمشي في طريقه كل واحد يعني. عنده القوة بتاعته <applause> او على فكره ده بيحصل لو انت طبعا الحاجات دي مفيده جدا كل ده ده طبعا كله جوه الاستراتيجيك باترنس صح؟ مفيد جدا فعلا ك ك ك يعني كاستراتيجي وانت بتشوف التيمز اللي عندك انت النهارده بصراحة لو انت شغال في شركه كبيره عندك مثلا 400 انجينير مثلا شغالين ولا اكتر كل واحد شغال في جزء معين كلهم بيبرد نفس البرودكت نفس البرودكت بس كل واحد شغال في حته هتلاقي ان في تيمز مش عارفين يشتغلوا مع بعض صحيح مش عشان هم وحشين بس صحيح. ممكن يكون كل واحد في مكان يعني ك, ك... صحيح هي هي هو الكلام عن الموضوع ده الكلام عن الموضوع ده ممكن يكون في ديبيت مع الناس بس فعليا ده بيحصل يعني احيانا بيبقى اسرع حل ان انا اطلع للبيزنس ان انا دوبليكيت الكود وفي ناس بتزعل لما بنقول دوبليكيت الكود بس احيانا الدوبليكيت كود بيبقى هو الحل الانسب حتى م. في المايكرو سيرفيس في المايكرو حتى مفهوم الكيرنل اللي انت قلته مش معنى ان انا عندي 60 مايكرو سيرفيس وفي اثنين اشتركوا في الكود فاروح اعمل لهم لايبرري مش منطقي فيبقى عندي فيبقى عندي 500 لايبرري عشان بس عندي ما بين كل لايبر ما بين مايكرو سيرفيس والثانيه في متفقين في حاجه صغيره فاحيانا هنا بالزبط. لا دوبليكيت الكود والدوبليكيت الكود احيانا بيحل مشاكل ثانيه اكبر من كده بكتير فدي احنا بالزبط. متفقين فيها انا مش مختلف معاك بس انا بس بقول لك على انك بتحب الدوبليكيت كود لا 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 مش بحب كود. <تصفيق> 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 لا لا انا اقصد يعني كل واحد في طريق يعني ساعات آه يعني مش عايز اتكلم على كيسز معينه بس في مثلا تلاقي آه تيم برضو ده بيحصل ليه؟ ان هم اللي مثلا عندك انت دلوقتي في تيم عنده الاوكي ارز بتاعته صح؟ هو عارف مقصود يعني هو عنده شويه اوبجكتيفز لوج بتاعه انا محتاج اخلص ده في الكوارتر الجاي. تيم تاني عنده اوبجكتيفز تانية خالص خلاص؟ بس هو محتاج منه تعديل في اي بي اي معينه مثلا بس هي مش موجوده في الاوبجكتيفز بتاعته فهو مش مش هيحطها بريورتي واشتغل عليها دلوقتي خلاص؟ فهتستناه كوارتر كامل على حاجه بسيطه فانت عندك حل من اتنين يا اما تفضل خلاص هي الداتا عنده ومش هتكررها بس بس هتستنى كوارتر كامل يا اما انت هتعملها عندك لو ينفع هتعمل طبعا صحيح في حاجات صحيح بقى. في حاجات بتبقى الكوست بتاعتها اعلى صحيح صحيح فهي <applause> انا عايز اتك عليها تاني يا جماعه احنا مش بنقول لحد روح مع الدوبليكيت كود خالص <applause> بس... لا احنا بنقول ان ده ممكن يكون حل في يوز كيسز معينه خلينا بقى احنا كده دي اخر حاجه اللي هي السيبريت وايز ان احنا خلاص التو تيمز مش هينفع ي... لاي سبب من الاسباب مش ينفع يشتغلوا مع بعض وبالتالي كل واحد يروح في اتجاه طيب دي كده ملخص الكونتكست ماب دي شكل الكونتكست ماب اكشلي انا عندي دي باوندد كونتكست فانت بترسم بس كده ايه آه رسمه توضح علاقه الباوندد كونتكست دي بعضها مين اب ستريم مين داون آه ستريم هنعمل انتيكوربشن لاير هنا هنعمل اوبن هوست سيرفيس هنا آه هنا في شيرد كيرن ما بين الليجاسي سيستم والباينك سيستم ده وهكذا ماشي انا عديت شويه تفاصيل في الـ في الكونتكست ماب بس يعني ايه ان شاء الله يعني, يعني لصالح الجمهور عشان الناس ما تسرحش مني طيب طيب احنا تاني رجعنا للصوره اللي احنا بدانا بيها دلوقتي المفروض لما نعدي على الحاجات دي نبقى فاهمين ايه بتقول ايه انت عندك يوبيكس لانجويج عندنا باوندد كونتكست عندنا الكونتكست ماب صح وبعدين كل اللي تحت ده ده اللي هي العلاقه في الكونتكست ماب العلاقات بتاعت الكونتكست ماب شيرد كيرنل كاستمر سبلاير تيمز كونفيرمز ده واحده من انواع الكاستمر سبلاير واحد بيكونفيرم الثاني اوبن هوست سيرفيس اللي هي دي حاجه ما قلناهاش من الحاجات اللي عملناها سكيب بس الاوبن هوست سيرفيس دي بتبلش بتعدل في في الشكل الموديل قبل ما تبعته صح؟ تمام فاللي بتبعته ده بيسموها البابلشت لانجويج، دي البابلشت لانجويج غير اللانجويج اللي هي انترنالي عندها يعني. تمام فدي البابلشت لانجويج سيبريت ويز احنا قلناها وانتي كوربشن لانجويج. فده كده يعني نقدر نقول ان احنا عدينا على المصطلحات بتاعه الجزء الاول في الدومين دريفن ديزاين يعني مش عارف هو نص الكتاب ولا قد ايه بس يعني الجزء الاول من الدومين دريفن ديزاين مصطلحات في حاجه في تمام. تفاصيل وفي حاجه كتير تمام انا عارف ان انت ما اتكلمتش على الاوبن هوست سيرفيس بس عايز اسال سؤال هل دي إن لما انت بتقول ببلش زي الايفنتس حد بيبلش ايفنتس وناس كتير بتكونسيوم ممكن يعني كون بقى الايفنت او الموديل اللي طالع ده عن طريق ايفنت عن طريق اي بي اي مش فا... مش فارقه فا... طريقه الكوميونيكيشن ما بين التو باوندد كونتكست وذر ان هي اي بي اي او ايفنتس مش تفرق يعني ممكن اقول هنا ما... ان انا عندي اكتر من داون ستريم لنفس الاب ستريم ممكن طبعا يبقى عندي اكتر من داون ستريم لنفس الاب ستريم تمام تمام طبعا مش م... يعني اكيد في يعني ممكن تبقى في مثلا الشيبمنت بيكلم الاوردرز وبيكلم مثلا الوير هاوس يعني صحيح. بيكلم كذا صحيح ففي اكثر من طبعا طيب احنا دلوقتي هلخص بسرعه جدا اللي احنا اتكلمنا عنه في الاستراتيجيك باترنز هي عباره عن بنفهم البيزنس بنحاول نالايز البيج دومين ده لي سب دومينز بعدين نبدا نصنف السب دومينز عشان نقرر هنعمل فيهم ايه وذر هن ده ولا هن اوت سورس ولا ايه وبعدين بنحاول نتكلم مع الدومين اكسبرس نعرف ال ال نتفق على اللغه المشتركه اللي هنتكلم بيها كلنا و منها بنفهم المودلز لان في الاخر اللغه المشتركه دي هي مودلز يعني بعرف ان في حاجه اسمها كاستمر في حاجه اسمها ترانسفير دي مودلز بتاعتي وبعرف الباوندد كونتكست اللي هي ال ال الحدود اللي بنحط فيها المصطلحات دي اخرها هنا وبيبقى فيها الرولز بزنس رولز بتاعت السب دومين او الباوندد كونتكست دي لا تتخطاها يبقى اي يعني كل باوندد كونتكست هي عباره عن حدود فيها المودلز بتاعتها وفيها المعاني بتاعتها والبزنس رولز بتاعتها. أه طيب. بالحديث عن الموديل مش عارف م. السؤال ده هيبقى برضه سابق ولا أه لما انا بتكلم عن الموديل لو انا فكرت فيها دايما من من الكود هل انا هنا بتكلم على كلاس ولا مجموعه كلاسز ولا مالهاش علاقه؟ الموديل ممكن يبقى آآ آآ كلاس لا ممكن, بقى كلاس ممكن, يبقى, من كلاس ممكن كلاس يبقى كلاس ممكن يبقى اكتر من كلاس ممكن يبقى كلاس ممكن يبقى اكتر من كلاس تمام اه طيب لحد هنا ده الجزء الاولاني يعني طيب احنا ازاي بقى الكلام ده يتعمل في تولز بقى كثيرة جدا واحده من التولز الايفنت ايفنت ستورمينج سيشن ايفنت ستورمينج هي من اسمها احنا بنقعد مع زي ما قلنا الدومين اكسبرتس وبعصف ذهني كده لكل الايفنتس اللي بتحصل في الـ في, في البيزنس بتاعي فانا لو بتكلم على اي كوميرس نقول طيب يلا يا جماعه عايزين نلست انا ما عنديش سلايدز هنا مش هحطها طيب عايزين نلست كل الايفنتس اللي بتحصل في الاي كوميرس e هيقول لك والله طيب كل الايفنتس اللي بتحصل في انا هنقعد نلست الايفنتس بالترتيب فيقول لك والله عندي اوردر بليست customer registered uh, order shipped order confirmed بعد كده shipment مش عارف uh, uh, delivered او shipment canceled كل الايفنتس اللي بتحصل بعدين تبدا تشوف الاكشنز اللي بتخلي الايفنتس دي تحصل خلاص هتلاقي عندك والله ان issue او place order خلت الا order back مش عارف create shipment وهكذا تطلع كل الاكشنز طبعا كل ده بالكلام مع مين؟ مع الناس مع, طوال الدومين, مع الدومين اكسبرت ف... اه فالاسماء حتى بتاعت الاكشنز والدومين ايفنتس وكل الحاجات دي جايه من عندهم تمام يعني انا بقعد مع الدومين اكسبرت بقول له مثلا قول لي الترانزاكشن عندك الفلو بتاعها شكله ايه؟ يس انت بتقول له الاول عايزين نطلع كل الايفنتس اللي بتحصل في السيستم، الايفنت دي مع... معناها ايه؟ اي حاجه بتحصل في الماضي <applause> بصيغه الماضي الاوردر اتعمل الشابمنت بعتت وهكذا تمام بعد ما بتقعدوا عصف ذهني كده كل واحد يفتكر كل الحاجات اللي بتحصل بس بيركز بس على الايفنتس بس تمام نرص الايفنتس دي على بورد خلاص بيستك نوتس وبعدين نحاول نرتبهم بترتيب الـ 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 الترتيب الزمني تمام الاوردر ليست قبل ما الشابمنت تكون ديليفرد وهكذا تمام؟, تمام بالتالي انا مش عايز دومين اكسبرت واحد انا انا عايز أكتر من دومين اكسبرت في الميتنج ده مش انا انا هنا ما وضحتش قوي هو المفروض ان انت ما تقعدش في قاعده واحده تكفر البيزنس كله يعني يعني يكاد يكون مستحيل م. فالطبيعي ان انت بتحاول تكفر يوز كيس مثلا الاوردر فلو تمام فكفر بس الاوردر فلو وهكذا على حسب انا هكفر النهارده الفلو بتاع الشاب الاوردر لما يوصل في الوير هاوس لحد ما يطلع من الوير هاوس كشيبمنت شركه الشحن بيحصل جوه الوير هاوس في بروسيس بيك ليست واحد بيعمل بيك تاني بيعمل باكج اي باك يباكج واحد سكان ان هي ريدي تو شيب بعد كده تبقى شيبت وهكذا تمام آه. تمام خليني آه. هوريك آه واحده من الايفنتس ستورمينج سيشنز كنت عاملها على ميرو بورد مع شباب آه. ماشي فخلينا نخش هنا على الرولز دي ده كده هنحاول برضو بسرعه ده كده شكل الـ 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 دي نوع من الستبس ده ايفنت وطبعا الالوان دي يعني برضو هي مذكوره بس ممكن تلعبوا فيها بس مهم تتفقوا عليها يعني فبتقول والله انا الايفنتس هيبقى باللون الاورنج آه الاكشن بالازرق الكويشن لو في حاجه مش مفهومه هنحط عليها سؤال فبالاحمر بوليسي يعني في زي برانش لو آه لو الشابمنت اوثرايزد او البيمنت اوثرايزد دفعت هنعمل واحد ما دفعتش هنعمل حاجه ثانيه فدي بنسميها بوليسي اكتيفيتي هيومن اكتيفيتي او ممكن يكون حتى السيستم يعني حاجه بتحصل يعني تمام او اكتر خلينا نقول اكتر اكسترنال سيستم لو عندك اي انتجريشن مع اي حاجه بره مثلا لو بتتكلم على بيمنتس فانت عندك بيمنت بروسيسور مثلا او سيستم ثاني بتكلمه عشان يعمل حاجه مش امبلمنتد ان هاوس يعني فدي اي سيستم خارجي ستابس بتحاول تلست كل الايفنتس على البورد بعد كده تدور على الكومنتس او الاكشنز اللي بتخلي الايفنتس دي تحصل لو في كويشنز وبوليسي او external سيستم تحطها ده مثال ل مثلا لما بندوس على البوتن بتاع بليس اوردر مثلا او سوري ده فور warehouse هاوس دومين او بنركز على الوير دومين لما بيكليك على باي بوتن اللي بيحصل عند ناحيه في ناحيه الوير فمثلا ايه ده مثال هعمل زوم اوت هتلاقي الـ الـ البرتقاني ده دي كده الايفنتس بالترتيب بتاعها اللي بيحصل طبعا هتلاقي هنا مصطلحات ممكن تكون بالنسبه لك غريبه مثلا اي دبليو بي كريتد دي ايرويبل مثلا وده لو كتبت اي دبليو بي على مثلا هنا كده اي دبليو بي ويرهاوس هتلاقي ان ده ايرويبل 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 دي حاجه معروفه في الاندستري بتاعت الويراهاوسنج او الشب سوري الشيبمنتس يعني فهتلاقي المصطلحات دي بتاعة الدومين ولازم تحطها كده في الكود بتاعك خلاص تمام بعد ما بترسم بتحط الايفنتس والكلام ده بتلاقي نفسك عندك بدات يبان لك شويه اللي هي الباوند كونتكست تلاقي ان في علاقات هنا تحط مثلا ديت الاكتورز او الاشخاص فتلاقي الشيبر ده وهو شغال في اني ديبارتمنت في الوير هاوس الشبنج كمباني ده تبع الشيبنج مثلا دومين سكانر ده في الوير هاوس فهتلاقي نفسك خلاص عندك وير هاوس عندك فاينانس عندك سيلز عندك تقوم راسم كل الكلام ده هنا تحت والعلاقه و... ما بينهم مين كان بيسمع لمين بيدي لمين فين والمودلز اللي كانت اللي ذكرت في السياق ده فهتلاقي هنا في اروبل في اوردر شيبنج كمباني في ايجنت في كاستمر في شابمنت هنا وهكذا تمام خلاص فدي واحدة من التولز اللي بتخليك تفهم البيزنس وتفعل البيكس لانجويج وتطلع منها مودلز باوندد كونتكست كمان من الايفين ستورمنج سيشنز في ايه تاني في حاجة اسمها دومين ستوري تيلينج دومين ستوري تيلينج في تول اسمها دومين مودلر دومين ستوري مودلر ممكن ابقى اوريك مثال في في اخر السيشن يعني محتاج اعمل له اكسبورت واعمل امبورت هنا بس باختصار انت دي تول ثانيه بتقعد مع الدومين اكسبيرتس بتبدا ترسم اه تكتب كده مثلا آه مثلا دولت كاستمرز بعدين بيعملوا حاجه معينه فاهم تقعد ترسم بقى ايه الاروز ديت وايه بالمصطلحات برضو اللي بيقول عليها هتطلع لك في الاخر رسمه معينه كده وهتعرف تطلع منها برضو الباوندد كونتكست والدومين مودلز بتاعتك والاكتورز وكل الكلام ده ودي التول دي واحد عاملها يعني مركز على الدومين دريفن ديزاين كان عامل التول دي مش فاكر كان اسمه ايه في ويب سايت اسمه دومين ستوري تيلينج وعامل كتاب تقريبا اه ده شكل ال تمام بعد ما تخلص ممكن تبلاي ف يعني لو عندك بقى ستوري كبيره هتقعد تقدر تبلاي فانت فعلا بتحكي القصه بتاعه البيزنس تمام أه بالشكل طيب فدي كده ايه دي تولز وفي طبعا تولز كتيره جدا أه هدف كل التولز دي انك تانلايز البيزنس تقسمهم وتفهم, وتفهم وتفعل وتتفق على الباكس والدومين مودلز بتاعتك الكلام اللي احنا قلناه في الساعه اللي فاتت دي كلها